عاجل عاجل بأقل من 24 ساعة على تفجيرات مدينة السمارة. بلاغ عاجل من الجيش المغربي، كلنا وراء جلالة الملك محمد السادس. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك. ان شاء الله تكون بخير جماعه وبصحه وبسلامه. دعونا نذكر بالضغط على زر لايك، لاننا ما سوف نتحدث عنه الان امر هام جدا. كلنا وراء جلاله الملك محمد السادس، الطبول تقرع. ما حدث داخل مدينة السمارة لن يمر مرور الكرام. الحموشي يعلن اعتقالات بالجملة وبلاغ عاجل، ما هي التفاصيل؟ وما قصة اعتقال المتورطين بهذه التفجيرات؟ دعونا نذكر بالضغط على زر لايك ونبتدئ على الفور ونقول تحية كبيرة للشعب المغربي. المغاربة يلقنون فرنسا درس قاسي لا ينسى. الشركات الفرنسية بدأت تعلن إفلاسها داخل المملكة المغربية. على سبيل المثال، تراجع الإقبال يكبد شركة جبن فرنسية خسائر فادحة بالمغرب. تكبدت الشركة الفرنسية المنتجة لجبنة البقرة الضاحكة لافاشكيري بالآونة الأخيرة خسائر كبيرة بالمغرب بسبب تراجع كبير لمبيعاتها بسبب مقاطعة المغاربة للسلع الفرنسية. وأرجعت مصادر مهنية الأسباب إلى ظهور منافسين كسر للعلامة الفرنسية وبأسمنة معقولة وتنافسية، وأيضا غضب المغاربة من موقف السياسة الفرنسية الداعمة لأعمال إسرائيل العدائية. وبالتالي أصبح عدد كبير من المغاربة يقاطع العلامة التجارية الفرنسية داخل المملكة المغربية بالمقارنة مع منافسين يعرضون نفس منتوجات الفرنسية بجودة أعلى وبأقل الأسمنة. وتخيلوا أن هذه الشركة الفرنسية الموجودة بالمغرب منذ عام 1970 اليوم تقدم عروض وتقدم تفسيرات لتعلم لماذا المغاربة قاطعوها. وليس هذا فقط، شاهدوا هذه الصورة، مظاهرات واحتجاجات من المغاربة قرب السفارة الفرنسية بالرباط. السبب تصرفات فرنسا العدائية ومباركة أفعال إسرائيل ضد فلسطين. على ما يبدو حان الوقت لطي صفحة فرنسا. وبالفعل هذه اللوحة الإعلانية التي وضعها المغرب قرب سفارة فرنسا تثبت الكثير، وهي رسالة لمن يعنيه الأمر. لوحة إعلانية تثير جدل حول تعلم الإنجليزية بدلا من الفرنسية بالمغرب. على ما يبدو المغاربة لم يقاطعوا المنتجات الفرنسية فقط، بل أيضا اللغة الفرنسية. أثارت لوحة إعلانية بالمغرب ردود فعل كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعدما احتوت على مقولة ساخرة تشجع على تعلم الإنجليزية بدلا من الفرنسية. جاء بنص اللوحة الإعلانية كما نرى: تحدث بالفرنسية وستزور فرنسا، تحدث بالإنجليزية وستتمكن من زيارة العالم. ومن الملاحظ أن هذه اللوحة الإعلانية موجودة على مقربة من القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء. يستمر الجدل حول دور اللغة الفرنسية بالمغرب، وخاصة فيما يتعلق بفائدتها وفعاليتها. بالمقابل يزداد استخدام الإنجليزية بالبلاد، ويعتبرها البعض بديل أكثر فائدة وفعالية للتواصل بالعالم الحديث. هذه الواقعة تظهر لنا كيف أن الشباب المغربي يستخدم بعض المصطلحات الإنجليزية بحديثهم اليومي، ويتحدثون بالإنجليزية مع السياح بدلا من الفرنسية، وهو تطور يعكس تغيير بالاتجاه اللغوي بالبلاد. يرى مراقبون أن هذه الخطوة من المغاربة لا تهدف إلى التخلص من تأثير الاستعمار الفرنسي فحسب، بل يعبر أيضا عن رغبة الشباب المغربي بالاتصال بشكل أكبر مع عالم يزداد تعداد وانفتاح. وبعد هذا الذي رأيناه نقول باي باي فرنسا. أساسا الملك محمد السادس أكدها بشكل كامل، لا علاقات إلا تحت منظار الصحراء المغربية. وبما أننا ذكرنا الصحراء المغربية،
والمنظار من نظارة الصحراء. المغرب يختار الدولة الضيف على معرض الفلاحة، طبعا هي إسبانيا. أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تنظيم الدورة 16 للمعرض الفلاحي الدولي بالمغرب بمكناس تحت الرعاية الملكية، فيما ستحمل النسخة الجديدة عنوان المناخ الفلاحة من أجل أنظمة إنتاج مستدامة ومرنة. وبوصفها إحدى أهم البلدان الزراعية بغرب أوروبا، تمت دعوة إسبانيا فقط لتكون بلد الشرف بالدورة 16 من المعرض. اختيار إسبانيا أولاً يعكس التفوق للعلاقات التاريخية التي تربط المغرب بهذا البلد ومستوى وجودة التعاون بين البلدين بمجال الزراعة. ستتيح هذه المشاركة للمشاركين والزوار فرصة اكتشاف واستكشاف ثراء وتنوع الفلاحة الإسبانية، كما ستفتح الباب أمام استكشاف فرص التعاون التجاري وتعزيز الاستثمارات بالقطاع الزراعي من الجانبين. ويعد هذا المعرض واحد من أكبر الأحداث العالمية المخصصة للفلاحة والفاعلين بالقطاع الفلاحي. مع الإشارة، الإعلام الفرنسي الآن يتباكى، حيث قالت أحد المصادر الفرنسية أن المغرب كان بالعادة يدعونا، الآن يختار إسبانيا. طبعا المغرب سيختار إسبانيا، نحن نتكلم عن علاقات وطيدة مع إسبانيا. إسبانيا حليف أساسي اليوم للمغرب وصديق المغرب سانشيز، خاصة بعد أن أعلنها الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء. ما يجمعنا اليوم مع إسبانيا أكثر مما يجمعنا مع فرنسا. على سبيل المثال مونديال 2030، شاهدنا الاجتماع الثلاثي الذي حدث بالمغرب بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. بما أننا ذكرنا مونديال 2030، دعونا نقول تحية كبيرة لفوزي الأقجع، الرجل المناسب بالمكان المناسب. الآن سوف نعلن عن مفاجأة كبيرة، ملاعب المملكة المغربية تحتضن نصف مباريات المونديال. فوزي الأقجع يسجل هدف تاريخي بشباك الإسبان والبرتغاليين. خلال الندوة الصحفية تحدث الأقجع عن رقم 107، والذي يعني عدد الأصوات التي حصل عليها الملف الثلاثي 54 لأفريقيا 53 لأوروبا. هذه الأصوات التي حصل عليها الملف المغربي. كلام الأقجع داخل الندوة كان دقيقا وليس اعتباطيا. فوز الأقجع ما يتحدثه يفعله، ما يعني أن مباريات المونديال ستكون بالمناصفة بين القارتين الأوروبية والأفريقية، مما يرجح بقوة أن المغرب سيحتضن نصف مباريات كأس العالم، 51 مباراة من أصل 102. هذه السابقة من نوعها، نصف مباريات المونديال داخل ملاعب المغرب. بالإضافة لذلك، فإن القارة التي لها عدد أكبر من الأصوات داخل الفيفا هي المرشحة الأقوى لاستضافة حفل نهائي كأس العالم، وبالتالي فإن ملعب الدار البيضاء الكبير سيكون المرشح الأبرز لاحتضان الفينال. وتحية كبيرة لهذه الانتصارات المتتالية، وما شاء الله اكتبوا لنا ما شاء الله انتصارات رياضية سياسية دبلوماسية. ولهذه الانتصارات الكبيرة خرجت الآن الأحزاب المعارضة الإسبانية تريد الضرب بالعلاقات المغربية الإسبانية. كيف؟ موقع يساري موالي لجبهة البوليسارو يهاجم القنصلية المغربية بلاس بالماس وينشر ادعاءات مغلوطة فقط لضرب العلاقة بين المغرب وإسبانيا. قام موقع يساري إسباني موالي لجبهة البوليسارو بالهجوم على القنصلية العامة المغربية بلاس بالماس، واتهمها بمغالطات مغلفة بأكاذيب قصد التشويش على العمل الدبلوماسي المغربي بجزر الكناري. كما أقدم الموقع اليساري بنشر مجموعة من المغالطات المزيفة والغير صحيحة ضمن مقال باللغة الإسبانية يتهم فيه القنصل العام للمملكة بالتعامل السيء مع بعض الأعوان المحليين المشتغلين بالقنصلية. ويواصل الموقع اليساري المدفوع من أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية بإسبانيا حملته المسعورة قصد التشويش
على السير العام للقنصلية العامة للمملكة المغربية بلاس بالاماس والدخول بالسير العادي لإدارة مغربية متواجدة بالتراب الإسباني، مع أنها ليست المرة الأولى. أوضحت مصادر عليمة أن الأمر يتعلق بملف عدد من الأعوان المحليين الذين داوموا على التسيب بفترات سابقة داخل القنصلية ولم يستغيثوا التوجه الجديد للقنصلية، والذي تشرف على تنفيذه القنصل العام المغربي، والذي تتسم فيه الجدية الصرامة الانضباط، وفضلوا التوجه لمنابر إعلامية معادية للوحدة الترابية، للمنابر الإسبانية اليسارية للإدلاء بشواهد طبية فاقت مدتها 365، وذلك من أجل ابتزاز الإدارة المغربية قصد الحصول على تعويضات مالية باهظة. كما أشارت ذات المصادر إلى أن القضاء الإسباني قد حسم خلال الأسابيع الماضية بالبعض من الدعاوي لصالح القنصلية المغربية، مما جعل عدد من الأعوان ينهج هذا السلوك الذي يضرب مصالح المملكة بجزر الكناري بلاس بالاماس. إلى ذلك تبرز نفس المصادر أنه أمام تصدي القنصل العام المغربي بلاس بالاماس لهذه المحاولات البائسة لإعداء الوحدة الترابية منذ تحملها المسؤولية بالقنصلية المغربية، قرروا التشويش بنشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، يحاولون ضرب سمعة القنصلية المغربية بلاس بالاماس. القضاء الإسباني أظهر الحقيقة، انتصر المغرب بصوت الحق، لأن صوت الحق دائما ينتصر. والسؤال: لماذا البوليساريو اليوم والأحزاب اليسارية الإسبانية المعارضة تريد ضرب العلاقات المغربية الإسبانية؟ والآن لماذا الآن؟ السبب: اتفاقية الصيد البحري. مهنيو الصيد البحري بالمغرب وإسبانيا يباشرون إجراءات فورية لضحض أكاذيب البوليساريو. على ما يبدو أصبحت الدبلوماسية الجزائرية مفتقرة لأي شيء، وبدأت الآن بالأكاذيب وتدفع صنيعتها البوليساريو لتروج المغالطات بكل شيء. علمت المصادر أن مجموعة من مهني الصيد البحري بالمغرب يستعدون للشروع بلقاءات موسعة مع نظرائهم من أصحاب الشركات الإسبانية لوضع خطة عمل لمواجهة الضغوط التي تمارسها البوليساريو بتضليل الاتحاد الأوروبي وإلغاء الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بقطاع الصيد البحري. عدد من الشركات الإسبانية البحرية الكبرى تتجه إلى العمل على توقيع عقود مع مهني الصيد البحري بالمغرب لضمان أمنها القانوني، ومن أجل الرفع من عدد الصيادين الإسبان بالمغرب خاصة بالمياه البحرية قبالة أقاليم الصحراء المغربية. ملاحظة: الاتفاقيات بين المغرب وإسبانيا تأتي الآن، أي حتى قبل صدور قرار المحكمة العدل الأوروبية. وتبرز ذات المصادر أن المهنيون المغاربة ونظرائهم الإسبان سيتفقون على توقيع اتفاقيات سيتم تقديمها لاحقا إلى حكومة كل من إسبانيا والمغرب لمواجهة كل أنواع التضليل التي تطلقه جهات معادية للمغرب بشأن منع الصيد بالمياه الجنوبية للمغرب. كان الطرف المغربي ونظيره الإسباني قد ناقشا بوقت سابق إمكانية وضع القوارب الإسبانية التي تمارس الصيد بمياه المملكة المغربية خاصة بأقاليم الصحراء المغربية تحت العلم المغربي، وهو خيار أغضب جبهة البوليساريو وأدانته على الفور. سبق لمسؤولين إسبان ومغاربة أن اتفقا باجتماع تم عقده مؤخرا بمدينة طنجة على تنفيذ المشروع المشترك والعمل بالتوصيات المنبثقة عن اللقاء المغربي الإسباني لمهني الصيد بين البلدين، بعيدا عن أفعال البوليساريو الانفصالية. إن كانت تندد أو تدين لا يعنينا، لأننا بصحرائنا والصحراء مغربية. لهذه الأسباب البوليساريو تنشر الأكاذيب وتحاول ضرب العلاقات المغربية الإسبانية. بما أننا ذكرنا الأكاذيب، الآن ماذا يحدث داخل مدينة السمرة؟ أولا، ما قصة تحقيقات المينورسو؟ ثانيا، ما قصة البلاغ الذي تم نسبه للدرك الملكي؟ ثالثا، ما قصة الاعتقالات؟ أولا، بعثة المينورسو
قاد التحقيقات بتنسيق مع السلطات المغربية بانفجارات السمارة وفرضية استعمال مقذوفات من نوع RPG في استهداف تجمعات مدنية حاضرة. علمت مصادر من مسؤولة خاصة أن عناصر من بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المينورسو تقود تحقيقات علمية للكشف عن ملابسات انفجاران وقعا بوقت مبكر من صباح اليوم بحي لازاب وحي السلام والحي الصناعي بمدينة السمارة جنوب المغرب، وأسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 3 أشخاص آخرين، 2 منهم بحالة خطيرة. أكدت المصادر أن المينورسو باشرت أبحاثها وتحقيقاتها وفق الأدوات العلمية التي تتوفر عليها ومن خلال بقايا الشظايا التي بقيت بمكان الانفجار، والتي تشير المعطيات الأولية أنها قد تكون من قذيفة صاروخية ذاتية الدفع وعديمة الارتداد، تطلق بواسطة قاذف يدوي من على الكتف يطلق عليه روكيت، يعرف اختصارا RPG، وهو من الأسلحة التي كان يصنعها الاتحاد السوفيتي، وهي الفرضية المرجحة والتي لم يتم تأكيدها رسميا. لكن حسب معطيات عديدة جمعتها المصادر، إن الأمر هو الأكثر ترجيحا إن كانت التحقيقات التي تقود السلطات المغربية وقوات الأمن المتحدة هي من ستكتشف طبيعة هذه المقذوفات. وتجري المينورسو تحقيقات برفقة الشرطة القضائية المغربية بعد أن أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ببلاغ له أنه كلف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي أثر تسجيل وفاة شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة. وبالفعل تمت حملة الاعتقالات والتحقيقات لمعرفة من مرتكب هذا الفعل. وبالتالي أولا المينورسو دخلت على الخاص، ثانيا التحقيقات والاعتقالات بدأت رسميا لمعرفة من الفاعل، ثالثا ما قصة بلاغ الذي نسب للجيش المغربي؟ الجواب: هل أصدر الدرك الملكي فعلا بلاغ حول تفجيرات السمارة؟ منذ صباح اليوم رأينا بلاغ تم نشره بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن صحف مغربية قامت بنشره. هل هذا البلاغ هو من الدرك الملكي؟ البلاغ يقول: بإطار التحقيقات التي توصلت إليها مصالح الدرك الملكي والأمن والقوات المسلحة الملكية برفقة عناصر من بعثة الأمم المتحدة بمدينة السمارة جنوب المملكة على وقع 3 انفجارات متفرقة عرفتها المدينة اليوم صباحا، مما خلقت حالة من الزعر والهلع بالساكنة. بعد التحقيقات يضيف البلاغ الذي تم نسبه للدرك الملكي، بعد التحقيقات تبين أن الانفجارات هو قيام ميليشيات البوليسارو بإطلاق 3 صواريخ من نوع MB جراد روسية الصنع من منطقة تفاريتي شرق الجدار الدفاعي صوب مدينة السمارة، ولا زالت التحقيقات جارية لحدود اللحظة. هذا البلاغ تم نسبه للجيش المغربي، هل القوات المسلحة الملكية أصدرت بالفعل هذا البلاغ؟ الجواب: البيان الصحفي الذي قلناه محض افتراء غير حقيقي بأي حال من الأحوال، ولم يتم نشره من قبل الدرك الملكي ولا من قبل أي جهة أخرى، كما أنه يحمل ختم توجيه نيت الذي تبين حسب التحريات التي أجرتها وكالة المغرب العربي للأنباء أنه انتحال للهوية البصرية لوغو الموقع المغربي المتخصص بتوجيه التلاميذ بدراستهم والذي يعنى بمهام بيداغوجية فقط. هذا موضوع آخر وهو خطير، يتم إصدار إبلاغات ونسبها للدرك الملكي مع وجود الختم، أي يتم تزوير ختم الدرك الملكي أيضا. وإذا كان الدرك الملكي لم يصدر عنه هذا البلاغ، إذن ماذا قال كأول تعليق الجيش المغربي؟ كأول تعليق أتى من فارماروك الذي كشف معطيات عن مكان إطلاق المقذوفات التي تعرضت لها السمارة. للعلم فارماروك ليست مصدر رسمي لكنها تتداول أخبار الجيش المغربي. كشف منتدى فارماروك المهتم بأخبار الجيش المغربي دقيقة بدقيقة كشف معطيات حول الانفجارات التي هزت مدينة السمارة،
التي أودت بحياة شخص وجرح ثلاثة وفق الحصيلة المعلن عنها. يرى فارماروك أن إعطاء الملف للسلطات المدنية وغياب القوات المسلحة الملكية عن أطوار التحقيقات والمسافة التي تفصل السمارة عن الجدار الأمني تشير إلى احتمالية أن المقذوفات التي تعرضت لها المدينة قادمة من مناطق خاضعة للسلطات الترابية المغربية. مدينة السمارة تبعد بأزيد من 40 كيلومتر عن الحزام الأمني. القذائف المراد لها بين 20 و25 كيلومتر. ويؤكد حتى أن امتلكت الميليشيات البوليسارو هذه الصواريخ من المستحيل أن تملك لما هو أكثر من 40 كيلومتر. فما بالك بصواريخ يأتي مداها 54 متر. هذا كلام عار عن الصحة ونفى المصدر إصابة أي منشآت عسكرية للمملكة بأي من هذه المقذوفات، حيث أفاد بتدوينه على حسابه الرسمي فارماروك أن المنشآت العسكرية لم يتم استهدافها خلال هذا الهجوم ذات الطابع الإرهابي. والتحقيقات الرسمية التي تجرى الآن أعلن عنها وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعلو. بلاغ الدرك الملكي مزور عاري عن الصحة. الأخبار التي يتم تداولها الآن الصحيحة أتت فقط من وكيل جلالة الملك محمد السادس. التحقيقات والاعتقالات التي أجريت لمعرفة متسبب هذا الفعل. حفظ الله المملكة المغربية. تحية كبيرة للجيش المغربي. تحية كبيرة للقوات المسلحة الملكية. كلنا وراء جلالة الملك محمد السادس والوحدة الترابية للمملكة المغربية. خط أحمر. حفظ الله المملكة المغربية. كل حب وطن. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن يحيى الملك يحيى الوطن.